فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلاد المغرب يقول: يوجد عندنا في المساجد جهاز تلفاز ودش في المساجد الكبار. نعم. يقول: عندنا في المغرب في المساجد الكبار يوضع جهاز تلفاز ودش، وذلك ليتمكن الناس من متابعة برامج التوجيه الديني عبر قناة القرآن الكريم، وتسمى قناة محمد السادس للقرآن، ويبث في هذه القناة الابتهالات والبرامج الوثائقية وتظهر فيها النساء. سؤاله: ما حكم صلاتنا في هذه المساجد التي فيها هذه الأجهزة؟ روحوا للمساجد الأخرى اسلموا منها، وسعها الله، روحوا المساجد خالية من هذه الأمور.